نرجع بنقول لكم صباح الخير مشاهدينا ومن تابع لقاءاتنا من يوم جديد. بلقائنا التالي رح نستقبل معنا الأستاذ الياس عزام حتى يحكي عن والده الدكتور باسكال عزام، عن مسيرة مقاومة، نتعرف أكثر عليه ونتعرف أكثر على الدكتور. أهلا وسهلا فيك، يعطيك ألف عافية الياس. بداية هيك إذا بدنا نعرف المشاهدين أكثر على مسيرة المقاوم الدكتور باسكال عزام. ايه تقلك باسكال عزام مسيرته فعلا ملفتة. باسكال مقاوم من الساعة الأولى، بلش بمقاومته من الـ 75، يعني بالـ 75 كان عم يدرس بفرنسا، بورسيه من الليسوعية على فرنسا عم يدو فيه، خلص الدكتوراه. وأول ما عليت الأحداث بلبنان بالـ 75 كانوا بلشوا ناس تفل من لبنان، هو أخذ قرار يرجع على لبنان وليواجه وقتها كان في خطر من الفلسطينية وتوطين الفلسطينية بلبنان. وفعلا رجع والتحق بصفوف التنظيم وعمل عضو مجلس سيادة بالتنظيم سنة 78. رجع لأنه هو باسكال بيحب كتير التعليم والتربية، أخذ قرار يخوض معركة جامعة لبنانية الفروع الثانية. كان بوقتها في جامعة لبنانية واحدة، من وراء الأحداث ما عاد بقى قادر الطالب بينزل على الجامعة اللبنانية، صار في شرقية غربية ما بنعرف بالزمانات. بقى أخذ قرار أنه يخوضوا معركة الجامعات اللبنانية الفروع الثانية، وأسس هو وأصحابه، هو رفاق يعني رفاق دربه بال 75، خاضوا معركة يفتحوا الجامعة الفروع الثانية بالجامعة اللبنانية. وهيك نجح بهالمهمة هيدي، وأسس هو شخصيا جامعة اللبنانية بكرم الزيتون إدارة الأعمال سنة 78، وعمل أول مدير عليها كان عمره 31 سنة. رجع بعدين كفى هالمسيرة هيدي، وبال 88 خاض معركة يعني مع رئيس ميشيل عون، خلقوا المكتب المركزي للتنسيق الوطني بالسي سي ان. وهون كانت مهمته هو وكمان بعض الرفاق، انه مثل بيير افور، مثل روجي عزام، مثل ناجي خوري، ما بعرف بالاسامي كثار، لينظموا هالحاله الشعبيه الكبيره يلي كانت عم تطلع على بعبدها. وبهالفتره هيدي كان كثير باسكال عزام يهمه انه يحكي للشباب، لانه كان يعتبر انه الشباب هن يلي رح يكفوا الشعله، رح يكفوا هالنضال لقدام. خلق ب 88 جيل الوحده والتحرير للشباب، وعمل كودره لهالشباب وعطيهم ثقافه سياسيه. وبعد التسعين بعد ما فات سوريا على لبنان وفل رئيس ميشيل عون على فرنسا، كفى هو بالشعلة وقدر نجح يكودر كل الجامعات الخاصة والجامعات اللبنانية، وخلقوا حالة إذا بدك نضال ضد هالاحتلال اللي كانوا هن معارضين ضده. وبهالفترة هيدي كمان خاض معركة انه اجوا عليه بعض اذا بدك السلطة الحاكمة انذاك، واضطرينا نحن كعائلة كهو نفل من بيت لبيت، كان عرض حياته لخطر بهالمرحلة هيدي. رجع بال 96 خلق نادي لبنان الاخضر لحماية البيئة، وبنفس الوقت ل يعطي هالثقافة لهالشباب عن لبنان واهمية لبنان، ويعطي يساعد الفقير والمحتاج. رجع بعدين فات بمعركة بال 2005 بتأسيس 2002 تأسيس حزب التيار الوطني الحر، لأنه هو من المؤسسين، وخاض معركة انتخابية وبلدية ببيروت، لأنه هو من بيروت، نحن من المصيد بي مواردي من المصيد بي من بيروت. يعني باسكال عزام متعدد المقاومات، هيدا الملفت بمسيرته. يعني بتعرفي في أشخاص بيكونوا عم نشوف هون الصور كمان إذا بتحب. ايه هون سنة 88 بالبي سي ان كانوا صاروا خلقوا المكتب المركزي للتنسيق الوطني. هون المرحوم ادجار معلوف العميد كانوا بعين الرمانة وقت عملوا ورشة التنظيفات بعين الرمانة، وكانوا في تنسيق بيناتهم بين قيادة الرئيس ميشيل عون كان رئيس حكومي. وهون ببيروت وقتها 2013 كانوا عم يتشكروا الشباب، لأنه عمل منسق عن محافظة بيروت سنة 2005 لل 2013 كانوا عم يتشكروا. وهون بال 2005 وقت رجع الرئيس عون على لبنان سلموه البي سي سي ان، اعتبروا انه صار في تيار وطني حر، سلموه قالوا له انه نحن بنفوت بالتيار الوطني الحر. و ليه قررتوا هلا تعملوا هالوثائقي ورح ينعرض مثل ما عم نشوف نهار الخميس 12 ايلول 2011؟ ايه تقلك لانه مثل ما كنت عم اقول لك تعدد هالمقاومات اللي خاضها باسكال اثرت كثير على، لانه باسكال كان مربي كمان بيعلم، يعني 30 سنه علم من 75 من الليسوعيه للحكمه للكاسليك للجامعه اللبنانيه كرم الزيتون، دونك قطعوا عليه كثير اجيال، دونك كان يعلم وبنفس الوقت كان عنده هالمحبه للبنان، دونك انتبهنا انه هالمسيره حتى هو انتبه لها اخر حياته انه هالتعدد المقاومات اللي عنده اياها ملفته.
ولازم يتمثلوا فيها الشباب، يقولوا انه لبنان نحن كبلد اذا بدنا نواجه هالخطر اللي عم يجي علينا من جميع يعني مش بس اليوم، اذا بنحكي من زمان وجاي في عندنا هالازمات اللي بتجي علينا كل فتره، بدي يكون عندك التعددية المقاومات من التربية للثقافة للسياسة للاقتصاد لنكون قادر نواجه بكذا بكذا محل. بقى كونه هو خاض هالمعارك كلها وكان ضل يقولها هو انه تعدد المقاومات هو اساسي اليوم لنخوض هالمعارك هيدي ونقدر نواجه ان كان المحتل اما كان العدو اما ان كان الاشخاص يلي بدهم ينزعوا الى اخره. بقى مش هيك حبينا نحط اورلياف هذا الشخص اللي هو باسكال ونحكي عن هالتعدديه هيدي اللي بتحمي لبنان، خاصه انه هو شخصيته ملفته كمان. يعني شخصيته هو صامت ما كثير بيحكي، مؤمن، يعني هو كان يعتبر انه المقاومات مهمين بس الايمان بلا الايمان ما فينا نوصل على نتيجه، والايمان لحاله ما بيكفي، بدك العمل وبدك هالتعدديه. صامت، مثقف، منظم، بنظم يعني نظم البي سي ان، نظم بالتنظيم، عمل اشتغل شغل كثير مهم بموضوع كودرة الشباب سنه ال 75 وقت كانوا مسؤول عن ريكروتمون لهالمقاتلين. يعني مسيره طويله، مسيره متعدده الجوانب. وفي شغله كثير مهمه بدي اقولها، انه خسر ابنه، يعني خسر ابنه سنه 2003، هو عم بيعمل هالمسيره هيدي بين التعليم وبين المقاومه، خسر ابنه اثرت فيه كثير بس باقي الصليب وباقي مكفى. وهذا كمان نقطه لازم واحد نحكي عنها شوي، يعني بالدوكيومنتير نحكي عنه، لانه بتفرجي كيف هالشخص قد ايه صليب كيف قدر كفى وما يعني ما وقف هالمسيره. عادة القادة والرواد يعني بيكونوا للكل، ما بيكونوا بس لبيتهم لأهل بيتهم. قديت شاركت يمكن مع الكل بوالدك، وقديت أوقات الواحد هيك بحس حاله مغبون أنه منه إلي، منه بس بي إلي، يعني كان للكل. ما بعرف شو أخذت هيك من هالإكسبيرينس وهالوقت يلي قضيته معه وقديت فخور فيه. أي أول شيء بتشكرك هالسؤال لأنه أساسي. أنا هذا الموضوع عم بحسه خاصه بعد ما انتقل حسيت المحبه القويه اللي اول شيء اجت لعنا، وقد ايه الشباب كانوا متاثرين بهالانتقال، وقد ايه الشباب صاروا يتمثلوا فيه كثير. شو كان باسكال عم يعمل، شو عمل، حسيت انه باسكال مزبوط باي لي، بس نفس الوقت باي الكل كان، خاصه بايام الصعوبات. بالصعوبات دائما الشخص الليدر يلي هو بايام الصعوبات في يجمع وفي اسس ويكفي المشوار. بقى هول الشغلتين فعلا حسيت انه وكنت فخور فيه، لانه كنت حس انه مثل صار مثل ايدول لي، يعني انه صرت شوف فيه كبي وبنفس الوقت كمقاوم، وبنفس الوقت باسكال نجح يعطي ضمن هالعائله هيدي هالتربيه المسيحيه المهمه، دونك قدر وفق بين الاثنين. ولا بفتخر فيه، واكيد بحس انه مش بس لي للكل، يعني الكل. وفي كثير ساعدوني بهالدوكيومنتير، يعني مش لحالي انا اشتغل دين في الاول. اذا مثل ما كنا عم نحكي عن هالدوكيومنتري، خبرنا اكثر عن البرنامج يلي رح يتضمنه هالدوكيومنتري يلي وقته 45 دقيقه. نحن حبينا يكون هالإيفنت هيك متواضع ويكون سامبل ما بيقولوا. رح يبلش أول شيء النشيد الوطني، بلش بالنشيد الوطني، بعدين في أستاذ حبيب يونس رح يكون هو يعطي الانترودكسيون ويحكي عن أهمية النضال والمقاومة، بعدين في يلي عمل يلي إعداد الدوكيومنتير هو أستاذ رواد ظاهر، كمان رح يحكي شوي الإكسبيرينس تبعه كيف صارت معه وكيف اشتغل، ولانه اخذ شغل تقريبا سنه، يعني بين لنعمل تيمونياج لاخذنا بهالايام الصعبه كمان، بقى نجحنا انه نخلصه. وبعدين في دوكيومنتري 45 دقيقه، وانا فيها بالاخر كلمه شكر. فوالا اون برانسيب هذا هو، يعني كله على بعضه ساعه ساعه ونص، واكيد ملتزمين بالقيود الكوفيد، اكيد ماسك للجميع وصاله كبيره، دونك ما في ريسك على موضوع الكوفيد، ومتأملين أنه كل المحبين والأصدقاء يكونوا بيناتنا. الله يرحمه الوالد، أكيد لما نحكي عن الرواد وعن القادة ما بيموتوا أبدا، وخاصة لما يكونوا قادة بالتربية وبكل شيء اسمه مقاومة وبكل شيء اسمه إيمان وبكل شيء اسمه هالأنرجي الكبيرة وهالعطاء الكبير يلي بيعطوه، فهالعطاء ما بيروح مطرح. وهيدا الحلو يمكن لعائلته، ويمكن حضرتك هيدا اللي حبيت أنه توصله من خلال هالدوكيومنتري. يعطيك ألف عافية وميرسي لألك. رح نشوف فيتي هيك صغير وبنرجع نختم. ميرسي. هل عشنا استقلالنا وحافظنا عليه مثل ما لازم،
وعانينا كثير من تأثيرها السلبي علينا، وبعدنا لليوم عم نعاني. تحررت الأرض، لكن عقول كتار من اللبنانيين ما تحررت، وبعدها بتاخذ تعليماتها من الخارج. تحررت الأرض، لكن كتار حكمهم الفساد يلي بيعمل قلوب وبيبعد الناس عن الثوابت الوطنية. هودي مستعدين يتعاملوا مع مين ما كان بيأمن لهم مصالحهم الصغيرة. تحررت الأرض، لكن ما تحررنا من بعض الإعلام الكاذب المأجور يلي عم بفوت على البيوت ويضلل الناس لحتى يمرق المخططات الخارجية، فبستشهد بكلام يسوع المسيح يلي قال: إياكم الكذابين فإنهم يأتونكم في لباس الخراف وهم في باطنهم ثياب خاطفة. لذلك الحل الوحيد هو ببناء لبنان الوطن الحر السيد المستقل على مرتكزات ثابتة. لا استقلال بدون شعب يحاسب ويسائل، لا استقلال بدون دولة يحترم حكام الدستور والقوانين، لا استقلال بدون احترام تعددية الشعب اللبناني ضمن الوحدة، لا استقلال بدون قانون انتخابي يوفر التمثيل الصحيح والعادل لكل فئات اللبنانية، لا استقلال بدون نظام سياسي يحمي حقوق الإنسان يسمح لكل مواطن بالتعبير عن رأيه ومعتقداته الدينية بكل حرية، لا استقلال بدون التغيير والإصلاح. الشعوب اللي بتنسى تاريخها ما إلها مستقبل. تاريخ لبنان أرض مليانة معاناة مقاومة وبطولات. عليكم توعوا لدوركم ومسؤوليتكم وتكملوا مسيرة التغيير والإصلاح يلي بلشت مع العماد مشان عون.